لله امي هذا الشرب الحمد لله وباش شرب سميتو مساك هذا البقيرات والغليمات وداك الشيء باش يشربوا الناس والحمد لله عليها. هذه راه نعمه من عند الله سبحانه وتعالى. واش ممكن تعتقل هذا العالم القروي؟ معلوم غتعتقوا باي حاجه. هذا الشيء دابا الشيء ديال سميتو كله غادي ينبت، الحمص الذره سميتو هذا الشيء اللي سميتو كله غادي ان شاء الله غادي يطلع. كاين شي زراعه دابا مشى عليها الوقت بحال لي سيريال، تنظن بان كاين شي يعني نباتات اخرين جو بونس اللي تعلل تنقول قطنيات ولا سيرتان فخوي اي ليغوم اللي كيبوف ايتر سوفي، ولكن باش يعمروا لي باراج جو بونس مازال خص واحد يعني عدد ديال الايام بحال هاد الشتاء هادي. الحمد لله من رحمنا ربي سبحانه وتعالى كانوا محتاجين الناس الحمد لله. شنو اللي كان محتاج هاد السنه؟ الناس ديال الباديه، الناس ديال الباديه هما اللي محتاجين، ولا حنا هنايا رحنا فهمت، حنا الناس هنايا كل واحد ممسك عليه ربي، ولكن الناس ديال الباديه محتاجين بها. وشنو بالفلاحه شنو اللي غتنفع بزاف؟ دابا غادي تنفع الذرة والعدس والحمص هو اللي تتنفعوا دابا، ولا الزرع تفوت عليه الحال شويه. والسدود يعمروا لينا ان شاء الله بخير وعلى خير ان شاء الله. هاد الشتي واش كتشوف انها ممكن تعتقل الفلاحه هاد العام؟ بطبيعه الحال الا ما نفعتش الفلاحه غادي تجمع الماء في السدود، هذا هو اللي كاين. شنو الفلاحه اللي ممكن تعتقل؟ وتقدر تعتق بحال الذرة، بحال الخضروات، الفلفله، المطيشه، الخضروات اللي تيكونوا في الصيف. المهم بصفه عامه هي باش ما كان راه مزيانه. هاد الشتا اللي صباط ممكن تنقد العام؟ تعتق ان شاء الله بحول الله، كل شيء بزاف الله غادي يكون مزيان ان شاء الله. كيفاش بانت لك؟ مزيانه الحمد لله، كرامه هذه الحمد لله، خير هذا الحمد لله اللي جمعت الله. ومعطلاش؟ معطله شويه ولكن مزيان. ملي جات في هذا الوقت شويه مزيان، كتعتق مازال حوايج اخرين. شنو بحال بحال الحوايج اللي هي بحال النواره، بحال الربيع حتى هو كيكون شويه ديال الربيع، المهم كتكون القضيه مزيانه. مزيانه راه بغيناها صراحه الحمد لله. وهذا الشيء ديال الصيف ما عرفتش، الشيء ديال زعما الغرس وهذا الشيء الله اعلم، حيت واقيلا داز الوقت. المهم مزيانه البلاد، طرش هذا المرض هذا ينقص وهذا.